بسم الأب ابن الروح القدس إله الواحد أمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من رسالة رومية 8 عدد 11. الكتاب المقدس هنا علمنا يقول: وإن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم الميتة أيضا بروحه الساكن فيكم. مبارك اسمك يا رب. خلنا نقرأها الآية مرة ثانية من أخوتي الأحبة. وإن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم الميتة أيضا بروحه الساكن فيكم. التأمل يجي مع آية اليوم. تذكرنا رومية 8 مرة أخرى ببركات روح القدس الذي يحيا بداخلنا. نحن أولاد الله، روح القدس بداخلنا هو الذي يضمن لنا أننا سنقوم من الأموات. ماكو أي شيء ثاني يعطينا ضمان بأن نقوم من الأموات ما عدا روح القدس. ولأن الروح الذي أعطى يسوع الحياة وأقامه من الموت بداخلنا، فنحن عندنا ثقة في قيامتنا. الموت ليس له سلطان علينا. المسيح دحر الموت، المسيح غلب الموت. قوة روح القدس التي تعطي حياة أقوى من الموت. آمين. سوف نحيا حتى لو مات أجسادنا. هاي أجسادنا اللي تتعفن يوم، روح الله سيعطينا الحياة ويلهمنا ويقوينا للنصرة. آمين. مبارك اسمك يا رب. طبعا أخوتي الأحبة، روح الله دائما ساكن فينا. احنا نبعد روح القدس من عندنا باعمالنا، اعمالنا غير صالحه، اعمالنا سيئه. لو اعمالنا زينه وقلبنا مع الرب، يسوع معانا، نطلب يسوع، نطلب الرب، نطلب الرب ما دام موجود. الروح القدس يكون موجود في داخلكم. من العهد القديم أنا إله إبراهيم في هذا سفر الخروج، خروج 3 يقول: أنا إله إبراهيم، أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. طبعا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب اللي إحنا نعبده هو إله أحياء، ليس إله أموات. طبعا في متى 22 يقول: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس إله أموات بل إله أحياء. روح الله موجود في داخلنا، إله حي، إله حي موجود في داخلنا. ونرجع شوية على رسالة رومية 8. لا اهتمام الجسد، لأن اهتمام الجسد هو الموت، ولكن اهتمام الروح هو الحياة والسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة الله، إذ ليس هو خاضع، ليس خاضعا للناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يروا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، روح الله ساكن فينا. إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحدا ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد الميت بسبب الخطيئة، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات فسيحيي أجسادكم الميتة أيضا بروحه الساكن فيكم. آمين. مبارك اسمك يا رب. الصلاة التجي مع آية اليوم: أيها الآب القدوس، إله الكون، خالق الكون، أشكرك كثيرا من أجل عطية روح القدس، عندما أعلم أن نفس الروح الذي ساعد في خلق الكون وهو الذي أقام يسوع من الأموات يسكن فيها، فأنا أندهش كثيرا وتعجب وأرتعب.
لقد اخترت أن تسكن فيها وتباركني وتشاركني وتنميني تطابقني لهدف نفسي. أشكرك باسم يسوع العظيم ومخلصي وصلي آمين. مبارك اسمك يا رب. نصلي من أجل أخ اسمه ضياء موجود في العراق. هو أخ عابر يبشر بالمسيح وفي ساكن في نصف بغداد. نصلي من أجله من أجل أهله من أجل أبوه وأمه وأخوته. يا رب نتقدم أمام عرشك القدس يا رب، أمام ضياء والعائلة كلهم يا رب، يا رب نقدمهم يا رب تلمسهم لمس الشفاء على أبوه وأمه يا رب. دور الموضوع يا رب أنت تمر عليهم تشفيهم يا رب، دق على باب قلبهم يا رب ويشوفون يا رب هذا غطاء عيونهم يا رب، ينقشون مثل ما غطاء عيون بولس وقع يا رب، تقشر يا رب وشافك يا رب. يتمجد اسمك القدس يا رب في أعمالهم في أجسادهم يا رب، يتكلمون عن مجدك بلا خوف بلا رعب يا رب، تباركه هو وعائلته يا رب، تحميه لمس الشفاء لمس الحماية عنهم يا رب. مبارك اسمك يا يسوع. أخوتي الأحباء نشوفكم فيديو ثاني. ربي يبارككم، ربي يخليكم، تصبحوا على خير في البلاد.